أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم.